طيب أخيرا وكي لا أطيل عليك، أنا عارف أن حضرتك بعد دقائق حتتوجه لمطار القاهرة للمشاركة في استقبال وزير خارجية السوداني في إطار ترتيب لفعاليات اللجنة العليا الرئاسية المصرية السودانية. بعيدا عن الملفات الفنية أو الاقتصادية أو السياسية اللي حتناقشها اللجنة، حضرتك تقول لي سريعا كده كعناوين أهمية هذه اللجنة في استعادة العلاقات المصرية السودانية وتقريب وجهات النظر اللي كان حصل فيها بعض سحابات الصيف بعد ثورة 25 يناير في مصر. يعني أستطيع أن أؤكد لحضرتك ولجميع المشاهدين بأن العلاقات المصرية السودانية علاقات قوية للغاية وعلاقات خاصة، ويعني لا أستطيع أن أقول أبدا أنها يعني شابتها أي من الشوائب، ولكن الأهمية الخاصة لهذه اللجنة حضرتك يا فندم تستطيع، لكن الحقيقة أنا أستطيع أحمد بيه شوية أن هي حصل فيها، وطبيعي أي ملف علاقات لازم يحصل فيه جذب وشد بين الحين والآخر. بعد ثورة 30 يونيو أول زيارة قام بها وزير خارجية مصر للخارج كانت إلى الخرطوم، صحيح، وأكدت على عمق العلاقات ما بين البلدين. يعني أنا عايز أقوله أنه رفع مستوى اللجنة المشتركة إلى مستوى القيادة السياسية إلى مستوى الرؤساء بعد أن كانت على مستوى رؤساء الوزراء أكبر دليل على الرغبة المشتركة والإرادة المشتركة من جانب الدولتين على الارتفاع بمستوى العلاقة لتطلعات شعبي وادي النيل كما يقولون، لأنه في الواقع هناك اهتمام حقيقي من جانب القيادة المصرية والقيادة السودانية على أن تسمو تلك العلاقة فوق أي موضوعات قد تبدو خلافية للبعض، على أهمية ترسيخ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدولتين. مؤخرا تم افتتاح يوم 29 سبتمبر معبر أرقين الحدودي، وقبلها تم افتتاح عدد من المعابر الحدودية. في شك أن افتتاح تلك المعابر والطرق البرية سوف يدفع بالتجارة البينية وحركة الاتصال والمواصلات بين البلدين إلى أفاق أرحب. هناك أيضا آليات التشاور السياسي بين البلدين سواء فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أو فيما يتعلق بالعلاقات مع دول الجوار وفي مقدمتها إثيوبيا. ما في شك أنه دائما تتاح الفرصة للتنسيق ما بين الدولتين فيما يتعلق بالملفات الإقليمية والدولية المختلفة. فبشكل عام أيضا الرئيس البشير سوف يشارك في احتفالات انتصارات أكتوبر، وهو قد شارك بالفعل من قبل في العمليات العسكرية مع الجيش المصري في السابق، وبالتالي هذه أيضا دلالة على تلاحم العلاقات الأخوة والمصاهرة والدم بين مصر والسودان.